ورتل القرآن مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ورتل القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة من الساعة 3 وحتى 4 ظهرا، معي أنا من التقديم فارس جمال، ومن الإخراج الزميل عبد العزيز آل سحيم. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخ القارئ عبد الملك إدريس، إمام وخطيب جامعة السيدة صالحة شلبي بجدة. حياك الله شيخ عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك شيخ فارس، وسعد الله وخاتك والمستمعين بكل خير. حياك الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بك، نحن نثني بك بعد معالي الشيخ سعد الشتري. الشرف الله يسعدك ويسلمك ويسلم الشيخ، الله يخليك يا رب. ياك الله أخي الكريم وبارك فيك. لو تكرمنا بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا،
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله يكرمك شيخ عبد الملك على هذه التلاوة المباركة أنا أعلم من شغالك مع الوالدة هذا وقتها ولا لا صحيح صحيح الله يكرمك وهم جالسين يستمعوا ويسمعوا لك ودائما يدعوا لك الله يسلمك يا رب الله يجزاهم خير وأنا من هذا المنبر أقول للوالدة نبغى نفرح في عبد الملك قريبا يا رب يا رب الله يسهلها يا رب أنا النية موجودة والعزم موجود كل شيء موجود ولكن إن شاء الله يأتي النصر بإذن الله عز وجل يسر الله أمرك وفتح عليك شرفنا بك في هذه الدقائق تاليا لآي من الذكر الحكيم شكر الله لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا كان معنا مستمعي الكرام الشيخ القارئ عبد الملك إدريس إمام وخطيب جامع السيدة صالحة شلبي بجدة مستمعي الكرام برنامجنا اسمه ورتل القرآن واليوم بإذن الله تعالى حديثنا عن القرآن الكريم فالقرآن هو كلام الله تعالى وهو حبله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وهوى أثنى الله عليه في مواضع كثيرة منها قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أثنى الله على هذا القرآن كما ذكرت في مواضع كثيرة ليبين فضله ويوضح للناس مكانته ومنزلته قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فما من باطل إلا وفي القرآن ما يدمغه ولا شبهة إلا وفيها بيان بطلانها قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون سماه الله نورا وجعله للناس شفاء قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس، والنداء هنا موجه لعموم الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعجبوا به الجن حينما سمعوه فآمنوا به واتبعوه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تكفل الله بحفظه وأعجز الخلق أن يأتوا بمثله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، كل الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذه الفضائل العظيمة لكتاب الله أمر الله بتلاوته والعمل به وتدبره. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ما هي النتيجة يا رب؟ قال سبحانه: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لقارئ القرآن من الحسنات، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآن، فيشفع لقارئه ويعلو به في مراتب الجنة على قدر قراءته. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإن من عجيب حال الكثيرين منا تقصيرهم في تلاوة كتاب ربهم وتقصيرهم في تدبره والعمل به مع علمهم بفضله وأجره. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أما والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. ولهذا المعنى أشار سبحانه وتعالى في سورة التوبة بقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض ماذا فعلت بهم؟ قال الله: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات بينت حال المؤمنين
وحال المنافقين عند سماع القرآن وتلاوته. فليحذر المسلم كل الحذر أن يكون من ذلك الصنف الخاسر الذي لا يزيده سماع القرآن إلا خسارا. اللهم اجعلنا ممن يتبع القول، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وانفعنا وارفعنا بهذا الكتاب العظيم. فاصل مستمعي الكرام، ثم نعود بعد ذلك لإكمال حديثنا. ورتل القرآن مع فارس جمال. عودة إليكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. كنا نتكلم قبل الفاصل عن القرآن وعن فضله وعن فضل قراءته، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يلاحظ عدة أمور. أولا، قراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه كنثر الرمل ولا تهذوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ثانيا، مراجعة الحفظ. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ثالثا، الخشوع عند تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام تأثرا بالقرآن الكريم. أيضا مستمعي الكرام، عدم هجر القرآن. قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر يشمل هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التحاكم إليه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. فلا بد من العناية بكلام الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا، حتى يكون المسلم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. مستمعي الكرام، الحديث عن القرآن حديث شيق لا ينتهي. من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس في ذلك: ذكر الله تعالى هنا هو القرآن. تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جعل الله تعالى كتابه رفعة لمن أخذ به، فقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني أن القرآن شرف ومكانة ورفعة لك يا محمد. الخطاب هنا في هذه الآية
لمحمد، يعني هذا القرآن ذكر، يعني رفعة، عز، شامخ لك ولقومك، وسوف تسألون عن القرآن هل فهمتموه، هل تلوتموه، هل طبقتموه، هل حكمتموه، هل عملتم به، هل تدبرتم في آياته ودلائله. أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجاهد بهذا القرآن، فقال جل وعز: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أيتلوا القرآن وأقم الحجة عليهم. وقد تكفل الله جل وعلا بأن من يحفظ القرآن أن الله يعزه في الدنيا ويرفعه، قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فجعل الله تعالى الذي يحفظ القرآن في مكانة عالية ومنزلة عظيمة، جعله من الذين أوتوا العلم، وإن كان ليس ذا نسب يرفعه ولا ذا مال يكثره، ومهما كان له من أسباب الضعة بين الناس وعدم الالتفات إليه، فإنه إذا وعى القرآن في قلبه رفعه الله جل وعلا وعزه. وجعل الله تعالى لهذا القرآن من المهابة ومن الخشوع والخضوع ما لم يجعله لغيره من الكلام، فإن القرآن كلام الله جل وعلا، أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبين ربنا سبحانه وتعالى ورتب الأجور الكثيرة على تلاوة القرآن الكريم، ونبينا صلى الله عليه وسلم مدح قراء القرآن وأثنى عليهم، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس يوما إلى أبي بن كعب، وكان أبي قارئا للقرآن بارعا في تلاوته صارفا فيه آناء الليل وأطراف النهار، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي ثم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فانتفض أبي، قال: يا رسول الله، هل سماني الله لك؟ يعني هل قال الله اقرأ على أحد أصحابك فأنت اخترتني يا رسول الله، أم أن الله جل وعلا في ملكه العظيم وفي علاه وفي جبروته سماني لك، اختارني من بين كل المخلوقات ليجري اسمي هناك وليتكلم الله باسمي؟ قال: يا رسول الله، هل سماني الله لك؟ قال: نعم. فانفجر أبي باكيا. وهذا الحديث المتفق عليه يدل على رفعة قراء القرآن، إذ أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم أبي للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتلو عليه القرآن. لم يذكر في السير ولا في الأحاديث ولا في التراجم أن أبي في حفظه قد بلغ الغاية في حفظ الحديث كما بلغها أبو هريرة، ولا كان يكتب الحديث كما كان يكتب عبد الله ابن عمرو ابن العاص، ولا كان يتقدم صفوف الجهاد مقاتلا قائدا كما كان يفعل خالد، ولا كان ينفق المال كما كان يفعل عثمان، ولا كان ذا رأي سديد ملازما للرسول كأبا بكر وعمر، ولا كان ذا سيف صليت على المشركين كعلي، ولا كان ملازما يخدم النبي مثل أنس، ومع ذلك استحق أبي بإكرامه للقرآن أن يكرمه الله سبحانه وتعالى. استحق تلك المنزلة لما صرف الوقت يتلو كتاب الله ويتدبره آناء الليل وأطراف النهار، استحق أن يذكر الله في السماء اسمه، وأن يقول لنبي: نقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. انظر
كيف يرفع الله تعالى أهل القرآن، انظر كيف يعز الله تعالى شأنهم، انظر كيف يستمع الله تعالى إلى قراءتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القنينة إلى قنينته، رواه أحمد وابن ماجة. فالله جل وعلا هو بنفسه وبذاته العليا يستمع إلى من يقرأ القرآن، إلى من يرتله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فالصوت يزين بالقرآن والقرآن يزين ويصبح أكثر تأثيرا بالصوت الحسن. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته، ثم صحبه أبو بكر وعمر، فوصل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. فلما أراد أن يدخل إلى مسجده وله أبواب من بيته إلى المسجد، لكنه لم يشأ أن يدخل على المسجد مباشرة، أراد أن يدخل من الباب الذي يدخل منه الناس. فلما أراد أن يدخل وإذا قارئ يقرأ القرآن في المسجد، وكان مسجد سيدنا رسول الله بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف، فكان من جلس في غير المسقوف ووقف رجل وراء الجدار استطاع أن يسمع ما يقول، فليس بينهما إلا جدار قصير. فلما مر صلى الله عليه وسلم عند هذا الجدار، وإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن، فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل يستمع إلى قراءته، فأعجبه إتقانه وحسن صوته. فقال صلى الله عليه وسلم مكلما صاحبيه أبا بكر وعمر: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني يقرأه مثل قراءة ابن مسعود، رواه أحمد. وجعل النبي يستمع إليه، إلى عبد الله بن مسعود. ثم انتهى الصحابي من تلاوة القرآن في ظلام الليل لا يعلم من وراء الجدار، ورفع يديه يناجي ربه: يا ربي يا ربي يا رب. ونبينا وراء الجدار يقول له: اسأل تعطى، اسأل تعطى، يعني ادع أكثر فإن الله يسمعك الآن ويستجيب. وجعل صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك، والصحابي من داخل المسجد لا يدري عنه، لكنه يناجي ربه. فبعد أن قرأ وسمع كلام الله، سمع الله كلام هذا الصحابي ابن مسعود وأجاب الله دعاءه، وكان دائما يثني النبي على قراء القرآن ويذكرهم بخير ويعلي من شأنهم ويرفع من مكانتهم. وقد كان الصحابة يتنافسون في تلاوته وفي حفظه وفي العمل به. وقد بين الله عظمة كتابنا حيث جعل فيه من العبر والعظات والبيان مثل ما في الكتب السماوية السابقة كلها، فقال تعالى عن قرآنه الذي أنزله علينا: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مصدقا لما سبقه من الكتب، ومهيمنا جامعا كل ما فيه من العبر والفوائد التي قدمت إلينا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذا القرآن وحذر من هجرانه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا هذا القرآن وتعاهدوه، يعني يجب على كل إنسان مسلم أن يحرص على أن يخصص كل يوم وردا من القرآن يقرأه بانتظام وبطريقة دورية لا يتخلف عنها أبدا ولا ينفك عنها أبدا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأسألك أن تنفعنا بالقرآن، وأن تجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة، وأن تجعلنا ممن ينتفع بالقرآن، وممن يكون له القرآن عزا في الدنيا وعزا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن محفوظا في صدورنا، مقروءا في بيوتنا، وحفظه يا رب لصبياننا وبناتنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، كان حديثنا الجميل عن القرآن وعن أهله. فينبغي للإنسان المسلم أن يحرص وأن يحرص أهل بيته على أن يكون من أهل القرآن، وأن يقترب من هذا القرآن، وأن يخصص له وردا يوميا من القرآن لا يتخلف عنه أبدا، حتى لو صفحة. هذه الصفحة على أقل تقدير إذا قرأتها أنت يوميا يبارك الله لك بهذا الكتاب المبارك يومك ووقتك وصحتك وجسدك ومالك وأهلك وذريتك وعمرك وعلمك وعملك وذهابك وإيابك وحركتك وسكونك وكل ما حولك. وبالتالي يجب على الإنسان أن يحرص على أن يقرأ القرآن يوميا حتى لو صفحة. كارثة أن يمر علينا اليوم والاثنين والثلاثة والأربعة أيام ولا نقرأ شيء من القرآن، والله كارثة. فحري بالإنسان المسلم أن يقترب من كلام ربه أكثر. هذا نداء أوجهه إلى كل إنسان ضاقت عليه الرحيبة وضاقت عليه الوسيعة. هذا نداء أوجهه للناس الذين يقولوا بأن أمزجتهم سيئة، وأنهم ملوا وسئموا وطفشوا، وأنهم يشعرون بالملل والهم والغم. هذا نداء أوجهه لكل من يقول بأنه طفش من روتينه اليومي وأنه اعتاد عليه. هذا نداء أوجهه للجميع دونكم. كلام الله سبحانه ففيه الشفاء وفيه الراحة وفيه الطمأنينة وفيه السكينة وفيه الهدوء وفيه الروقان وفيه كل أمر طيب. فاقتربوا من كلام ربكم. وبما أننا في يوم الجمعة وحديثنا عن القرآن، لا تنسوا قراءة سورة الكهف اليوم. فسورة الكهف نور والضاء ما بين الجمعتين، فلنحرص على قراءتها يا رعاكم الله. وليحرص الإنسان المسلم على أن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد في هذا اليوم الفضيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيضا لا تنسوا استغلال واستثمار آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وهي وقت ما قبل مغيب شمس هذا اليوم، بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. والتمسوها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا اليوم، نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الجمعة في برنامج فتاوى من الساعة الثانية وحتى الثالثة ظهرا مع ضيفنا الكريم صاحب المعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نستودعكم الله، وكذلك نشكر ضيفنا الكريم الذي كان معنا الشيخ عبد الملك إدريس
والشكر موصول لكل من استمع إلينا، وأيضا شكرنا الخاص لمخرجنا الزميل عبد العزيز آل سحيم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.